بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا سؤال وردني عن امرأة تسمى ليلى عبد اللطيف، يزعم أنها خبيرة في المسائل الجيولوجية أو الفيزيائية، وتظهر على بعض القنوات في حلقات متسلسلة تقرأ من ورقة حول بعض التوقعات، تتوقع الزلزال بالمغرب وتتوقع وتتوقع، وكل ذلك يقول البعض تكون غالبية توقعاتها صحيحة. فالسؤال هنا، هل تعلم هي الغيب؟ ثانيا، هل يمكن أن نصدقها فيما تقول؟ إذن هنالك زوجة السؤالات، هل هي تعلم الغيب؟ ثانيا، هل نصدقها فيما تقول ونتحسب لكل ما تقوله، أي كل ما تخبر عن شيء في المستقبل، بما أنها في كثير من الأحيان تصادف الحقيقة، معنى أننا نأخذ كلامها بجد ونصدقه ونأخذ لذلك التأهب ونتحسب لكل ما تقول ونتخذ الإجراءات للتوقي من الخطر الذي تعلن عليه في كل مرة. في الحقيقة هذه المرأة التي ظهرت مؤخرا والتي كثر الحديث عنها في وسائل الإعلام وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي ارتباطا بتوقعاتها، والتي جعلت الناس ينتبهون إلى أن جل ما تخبر عنه يتحقق بنسب متفاوتة، إذن فصارت تلفت انتباه الناس وصارت حديث كثير من هذه المواقع وهذه الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية. في الحقيقة أنها ليست وحدها، ولكن هنالك أيضا الفيزيائي، العالم الفيزيائي الهولندي الذي يقول نفس ما تقول، خاصة علاقة بالزلازل وخاصة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وهذا الزلزال وأيضا ما وقع في ليبيا من هذا الطوفان. إذن ليست هي وحدها التي تقول ذلك، ومن قبلهم كانت هنالك امرأة تسمى مايا صبحي في حلقات متسلسلة بعد فشل الثورة وقيام الثورة المضادة في سنة 2013-14 كانت تستدعى لكي تتحدث عن مثل هذه الأمور، ثم اختفت بعد ذلك، وأصبح الكلام عليها أيضا في نفس الاتجاه وفي نفس الموضوع الذي يطرح الآن، وهو قضية التنبؤ بهذا الذي يحدث. إذن هذا هو السؤال، هل هي فعلا تتنبأ؟ هل فعلا هي تتنبأ؟ أما التنبؤ بمسألة وقت الزلازل فالعلماء كلهم يقولون أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بوقت الزلزال، هذه واحدة. ثانيا، مكان الزلزال، أن علماء الجيولوجيا كرئيس مركز الزلازل بالمغرب حينما تحدثت عن توقعاتها بأن زلزالا سيضرب المغرب خرج بتصريح يقول بأن هذا كلام لا أساس له من الصحة، خاصة وأن المغرب يقع في موقع جغرافي جيولوجي لا يتعرض للهزات، أي في موقع جيولوجي ثابت. إذن فهذا أجابها بعد ذلك مباشرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فهل هذه تنبؤات؟ هذه تنبؤات؟ لا، هي تقرأ من ورقة
ونفس الذي تقوله يقول ذلك العالم الهولندي، فكأنما يقرآن من نفس الورقة، أي أن ثمة من يكتب لهم الورقة لكي يقرأها هؤلاء، ولكي تنشر بأوامر من أولئك الذين يريدون تحقيق مآرب قد سطروها، أن يقرؤوها هكذا علانية على هذه الشعوب. المسألة إذن أغلب الظن أنهم يقرؤون شيئا مكتوبا لهم، لا إله إلا الله. ولذلك هناك حديث كبير حول ما يسمى اصطناع الأزمات، اصطناع الزلازل، اصطناع، لا إله إلا الله. قد يستبعد الإنسان هذا الأمر، ولكن المعلوم أن بعض الدول اخترعت القنبلة الذرية ثم قصفت بها ناكازاكي وهيروشيما 250 ألف قتيل، ثم طوروا هذه الأسلحة إلى أسلحة بيولوجية، أسلحة كيماوية، أسلحة فوسفورية. ولذلك فهم لا يستبعدون من استعمال بعض الأسلحة الشديدة الانفجار في أماكن فوارة بالبركان أو تكتونيا تقع في موقع جيولوجي متعرض للزلازل، فبهذا يمكن اصطناع مثل هذه الزلازل. وهناك بحوث كبيرة، بل هنالك الحديث الذي يتكلم عن منظومة هار التي اخترعها أحدهم، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمنظومة هارب هي الاعتماد على إشعاع كثيف يعبأ لتلك الفترات، ويمكن أن يستعمل في مثل هذا، لكن هذه تبقى فقط مجرد كلام يتكلم عنه بعض العلماء وأصبح يخرج للعلن، وليس هنالك أبدا ما يثبت ذلك علميا وعمليا. لكن الحديث إذا كثر كما احنا نقوله ليس هنالك نار بلا دخان، وليس هنالك دخان بلا نار. هذا حديث الآن يدور ويتحدث عنه علماء ويتحدث عنه آخرون، لأنه ليس من الصدفة أن يتحدث كل هؤلاء في وقت واحد عن كوارث تقع ويتفقون على هذا الأمر وهم يقرؤون من ورقة. خلينا من هذه المسائل اللي هي نتعموا لها وإحنا ما نفهموا لهاش، ولكن دعونا نجيب عن السؤالين المطروحين من قبل الناس. إذن في الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، هل يعلمون الغيب هؤلاء؟ من اعتقد أن ثمة مخلوق يعلم الغيب فليراجع عقيدته، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وما أنزل على رسول الله، أن له لا يعلم الغيب إلا الله، وهي من الأمور الخمسة التي اختص الله بعلمها. قال تعالى ولا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم بدأ يتكلم عن الخمسة التي اختص الله بعلمها. إن الله عنده علم الساعة، من أخبرك أحدهم أنه يعلم وقت الساعة فهو دجال كذاب. إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب، فلو وجدت أحد يخبرك أنه يعلم الغيب فاعلم أنه دجال
ويعلم الغيب وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعيدها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن من أخبرك بأنه يعلم الغيب فهو دجال كذاب مكذب لكلام الله وكلام رسول الله، وهو مقدوح في إيمانه، بل إن إيمانه عياذا بالله أوتي من القواعد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن لماذا يراد أن يروج هذا في الإعلام بأن هؤلاء يعلمون؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الذي يريد ويوجه هؤلاء يريد أن يقوم بهزة ورجة لعقيدة المؤمنين في أعظم ما يؤمنون به، وهذا من أساليب الشيطان، لأن الشيطان كان يسترق السمع قبل أن ينزل القرآن ويبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نزل الله القرآن وبعث رسول الله كان هؤلاء يحاولون استراق السمع، ولكن الله سبحانه يرجمهم بشهب من عنده فلا يقتربون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، حتى قال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لي بعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وإنا كنا من قبل، وإنا كنا من قبل، كانوا من قبل يسترقون السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض ورب المشارق، إنا زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذا كلام الله، هذا كلام الله سبحانه عز وجل. إذن فالمسألة الأولى هل نصدقهم في قضية علم الغيب؟ من صدقهم في هذا فقد عمد إلى عقيدته لكي يخربها ولكي يهدها من أصلها. فاحذروا، فإنه أسلوب الشياطين لتشكيك الناس في دينهم وفي قواعد دينهم وأصول دينهم وعقيدته. هذه الأولى. ثانيا، هل نتحسب لما يقولون حينما يخبرون بهذا الأمر؟ الإنسان في هذه المسألة انت قضية وقوع هذه الآيات، هذه مسألة في علم الله، والله تعالى يقدر في الكون ما يشاء، وهو مالك الملك، وآخرتها هي أن الإنسان سيموت، والموت واحد ولو تعددت الأسباب. فالإنسان المؤمن مطمئن إلى ربه ويعلم أنه لن يزيد أبدا على أجله، وأنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فهو مطمئن إلى أمر الله، راض بقضائه، مستعد للقائه بفعل الصالحات والاستقامة على الطريق. هو لا يلتفت إلى كلام هؤلاء، هو لا يلتفت إلى كلام هؤلاء. إذن فالإجابة واضحة، واضحة جدا. هم لا يعلمون الغيب، ومن اعتقد ذلك فذلك دخل كبير في عقيدته. أما
أننا نصدقهم فيما يقولون ونتحسب لما يقولون، فنحن بإذن الله تبارك وتعالى نؤمن بأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف. اسمع لهذا الحديث اللي تعلمناه ديال العقيدة من بكري عن أبي العباس عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الخلق لو اجتمعوا من أجل أن ينفعوك ويضروك لن يكون ذلك إلا إذا أذن الله. يريد البشر ويريد رب البشر، ورب البشر إرادته فوق إرادة البشر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المهم هذه فتنة، هذا اختبار لإيمان الناس في آخر الزمان. فاثبتوا أيها الناس على دينكم، ثبتوا أيها الناس على دينكم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هو الله الفاعل في الكون الوحيد الأوحد الأحد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالإنسان ينبغي أن يكون على محجة بيضاء ليلها كنهارها، أصلها ومرجعيتها ودفع العقيدة الصحيحة والإيمان الحق واليقين فيما عند الله والتصديق الكامل لكلام الله وكلام رسوله. فإن في آخر الزمن هنالك فتن وشبهات سيطرحها شياطين الإنس والجن بطرق كثيرة قد لا تتفطن لها وقد لا تراها، ولكن المؤمن الذي ينظر بنور الله يعرف أنها تريد أن تهز العقيدة في قلوب المسلمين لدفعهم عياذا بالله إلى التشكيك في عقيدتهم وإيمانهم ليلتحقوا بمشروع الدجال. وصلى الله وسلم على سيد الرجال حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.